وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الشهري نجوم وراء الميكروفون. نجوم وراء الميكروفون برنامج ترفيهي كنحاولوا من خلاله تقريب المشاهد الكريم من عمل مجموعه من نجوم الاذاعات اللي كنستمتعوا باصواتهم وراء الميكروفون من خلال برامج اذاعيه مشهوره وصلت لكل محبي الميديا والى كل البيوت المغربيه. نجوم وراء الميكروفون برنامج غادي يعرف اكثر بنجوم غائبين بصورتهم حاضرين بقوه باصواتهم المتميزه وفقرات برامجهم الاذاعيه المتنوعه. ما نطولش عليكم، نجم حلقه اليوم هو بيضاوي، خريج المعهد العالي للاعلام والاتصال مسرحي. بالاضافه للعمل الاذاعي ديالو فهو منشط سهرات واطار منشط بمجموعه من المخيمات. مولوع بالسماع والمديح، حب العمل الإذاعي والفني دفعوا الخوض غمار تجربة التنشيط. ضيفنا لا يحب الرياضة لكنه يشتغل بمحطة رياضية خاصة. بدأ المنشط ديالنا التجربة ديالو الإذاعية بمحطة MFM كمراسل للأخبار بالدارجة قبل ما ينتقل سنة 2008 راديو مارس. أكيد أعزائي المشاهدين غادي تكونوا تعرفتوا على نجم حلقة اليوم واللي هو المنشط المتألق زهير علوان، واللي غادي نحضروا معاه مباشرة في برنامجه المباشر هذه مارس. كالعادة قبل ما نشوفوا زهير علوان وبرنامجه هبطنا للشارع المغربي وسولنا المواطنين واش كيعرفوا زهير علوان واش كيعجبهم البرامج ديالو والتنشيط ديالو، وكانت هذه مجموعة من الآراء لنتابع. المهم زهير علوان اللي تنعرفوا عليه انه واحد المذيع اللي هو رائع وفي المستوى، يعني تيقدم برامج اللي هما في المستوى وعنده واحد باجاج، يعني واحد المعلومات اللي هي قيمه وشحال من حاجه بحال هكا. وتنتمناو يزيد يعني من هنا لقدام يزيد في شي حوايج اللي هي جديده واكثر، وراه يعني على حسب الناس اللي تنتلاقاو هذا انهم تيتصنتوا ليه بزاف وانهم تيعجبهم طريقه التقديم وشحال من حاجه. كنتصنت البرنامج ديال زهير علوان ديال هادي مارس، برنامج ممتاز كيعجبني بزاف وكنتمنى ليه التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله. وبعد ما شفنا شهاده الناس في حق المنشط الاذاعي زهير علوان، انتقلنا لمحطه راديو مارس باش نحضروا معاه البرنامج هادي مارس. مجموعه من الاستعدادات والترتيبات كتخاذ قبل موعد المباشر، فهو الزهير علوان عنده طقوس واستعدادات خاصة قبل تنشيطه للبرامج. يكذب عليك الكذاب يقول لك شي واحد ما كيوجدش البرنامج. هذاك اللي ما كيوجد البرنامج مشكلة كبيرة. غير واحد الجانب، بحكم هذه المدة الطويلة ديال الشغال في الإذاعة والشغال في المجال الفني وفي الساحة الفنية وبالأخص استضافة ممثلين يعني ديال الساحة الفنية، فنجوم في الطرف الغناء وكذلك عاوتاني نجوم التلفزة والسينما، فعلى مدى 4 سنين ولا 5 سنين كتعرف لا 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 لا. كتعرف الساحه الفنيه فين واصله، كتعرف كل واحد اخر الانتاجات ديالو، فانت مع وانت جاي للخدمه وانت راك كتوجد. اليوم مثلا غنصادف حسن المغربي، حسن المغربي عارفين باللي اخر انتاج ديالو هو البوم برافو عليك من بعد ما رجع من مصر، عارفين باللي غيسجل فيديو كليب وغينزل ديال لا علاقه الاغنيه اللي نجحات. انا ولفت واحد القضيه، واخا كنعرف الفنان اللي هو كيجي عندي ولا الضيف اللي كيجي عندي كنعرفه مزيان، فحاجه ضروري هي انني ندخل نقلب عليه شويه في النت، لانه يقدر يعطي شي تصريح مفهوم أو لا يقدر يعطي شي تصريح مثلا تحرف لشي بلاصه ولا عطى شي تصريح اللي هو جري، فذاك التصريح يقدر يكون موضوع النقاش في البرنامج. بعد 8 سنوات من التنشيط الاذاعي، والزهير علوان مازال عنده الاحساس بالارتباك قبل البرنامج، ام انه تخلص من هذا الاحساس اللي كيعيشوه مجموعه من المشاهير في العالم؟ كتب عليك كذاب يقول لك شي واحد ما كيجيش لوطراك فاش كيدخل لاغاديو ولا ماشي غير غاديو، اي لقاء مع الجمهور سواء في اي فن في اي يعني مهنه عندك لقاء مع الجمهور على المباشر، فالاكيد ان لو تراك كيجيك. ولكن سبحان الله العلي العظيم، يعني ربي شاهد، ففاش كتشعل ديك البوله الحمراء كيشعلوا بزاف ديال البالي عندي انا في راسي فهمتيني الداخل، فداك لو تراك ما كيمشيش. قدر كاع كنكونوا جايين، وهذو من الحويجات ربما اللي انت غتسمعها بزاف ديال النجوم وراء الميكروفون، نجوم منشطين اذاعيين غيقول لك نفس الهضره. كاين بعض المشاكل اللي كنعيشوها على المستوى الشخصي، وانت كتقدم برنامج فني ترفيهي وانت جاي زياده على لو تراك
كتزيد عليه المشكل اللي عندك اللي قبل ما كتجي لا غادي. فكيفاش تقدر تكون في تواصل مع الجمهور وتخبي عليه بزاف ديال الحوايج وهو ما كيهموش يعرف شنو واقع لك، واش امك مريضه واش ما مريضاش، عندك مشكل في الدار واش ما عندكش، واش مراه هربانه ما هادشي كامل ما كيهموش. اللي كيهمو هو انه يسمع هذاك المنشط اللي تعود انه يسمعه. ما بقاش وقت كثير على البث المباشر للبرنامج هذه مارس، فشنا هي اخر الاستعدادات اللي كياخذها زهير قبل الدخول للاستوديو؟ بقات لي شحال دابا شي 10 دقائق تقريبا، هيك الخمسه غادي نبدا. اخر الاستعدادات هو كنمشي نشوف الرياليزاتور واش بخير واش مرتاح، خصو يضحك معايا خصني نضحك معاه، كذلك البرمجه ديال الفنان واش كاينه، يعني الاغاني اللي هما غيدوزوا في هذاك الاولاد الثانيه الثالثه، وكنشوف الضيف كيجي عندك خصو يشرب ميها خصو كذا خصو كذا. فبعض المرات كحنا كنوقفوا على هذه العمليه هذه باش الضيف يكون مرتاح. إذاعة راديو مارس دايما ضيفنا النهار اليوم الفنان المطرب والملحن حسن المغربي. بعد مضي 30 دقيقة من برنامج هذه مارس، الساعة تشير إلى حوالي الخامسة والنصف، موعد الاستراحة. طاقم برنامج نجوم وراء الميكروفون استغل الفرصة باش يتكلم مع زهير على البرنامج ديالو والفقرات ديال برنامج هذه مارس. شوف تي في هذه فترة ديال الاستراحة، البرنامج ديالي برنامج سميتو هذه مارس في شهر غشت لأنه هو برمجة خاصة يعني خاصة يعني بهذه الأجواء الصيفية اللي احنا كنعيشوها. البرنامج هو من 5 ل 6، الفقرات ديالو هو برنامج ترفيهي 100%. اليوم حضر معنا الفنان حسن المغربي، هي عادة في البرنامج كل يوم 2 3 5 كيحضر معنا فنان، والأيام الأخرى كتكون البرنامج فقط خاص يعني بجو التشويق جو الترفيه مع المستمعين الأوفياء من خلال مجموعة من المسابقات كتعلق بالتراث الشفاهي الشعبي وكتعلق كذلك بالثقافة العامة، وبعض الأسئلة اللي كتكون ديكالي مسطية شوية فاش كيكون معنا طاليس. اليوم استثناء طاليس ما كاينش لأنه كونجي، غيكون معنا إن شاء الله الأسبوع المقبل. البرامج المباشرة وكما هو معلوم كتواجه مجموعة من الإكراهات، فكيف يدبر زهير علوان أموره وكيفاش كيتعامل مع الظروف الطارئة؟ الإكراهات هي أننا نسمعوا لشي واحد مثلا كيهضر من شي بلاصة ما فيهاش الريزو، يقدر يكون تشويش على المستمعين، يقدر مثلا يهضر معنا شي واحد وهو زايد في الراديو كيسمعنا من التليفون والروتور ديال الراديو كيتزاد في التليفون، كاينة إكراهات تقنية، أما عمر المستمع ما كيكون عندنا معاه إكراه على المستوى زعما يقدر كاع يكون ما فاهمش وكيتكلم معنا يعني من مستواه الثقافي وكذا راه كتمشي معاه ما كتسدش عليه الباب، كيف ما جا كيف ما بأي مستوى جا كتناقش معاه وكتكلم معاه وكتضحك معاه لأنه هو دوز واحد المحطة كبيرة باش يكون معك في الإذاعة، راه هز التليفون وكومبوز النيميرو وبقى كيتسنى شحال لأن كيكون ضغط على المكالمات عاد باش كيدوز يتكلم معك، فاحترامه فوق راسنا. ما يمكنش دير ضيف احتياطي، كاين بلون بي، بلون بي هو أن هاد الشيء اللي أنت تكلمتي عليه ديال أن واحد النهار يقدر الضيف ما يجيكش عندكم ضيف احتياطي ولا لا، تقدر تكون علاقتك مع الاصدقاء، يقدر واحد تعيط ليه في الصباح يجيك في العشيه لانه صاحبك. انا داير بلومبي وانا البرنامج يقدر ما يحضرش الفنان، ولكن كنقولوا للناس في الديريكت راه هذه هي ضريبه المباشر، يقدر واحد النهار نعيطوا للفنان الظروف ما ساعدتوش انه يكون حاضر معنا، فكنحطوا الناس في الصوره وكنمشيو لجو التشويق جو المسابقات وكنديروا معاهم مسابقه، واولا كنفتحوا موضوع للنقاش مع طاليس فاش كيكون معنا، خاص غير يكون الاعتذار إلا ما جاش الفنان ممكن أننا نديرو يعني حاجة أخرى في البرنامج، وحويجات اللي مالفين نديروها يا إما كنديرو مسابقات مع المستمعين يا إما كنفتحو موضوع كنشوفو الناس شنو ممكن يقولوا فيه. هاد الإكراهات اللي تكلم عليها زهير علوان كتحول في بعض المرات لمواقف طريفة، وهذه وحدة منهم. بغيتي تضحك؟ شوف كاين بزاف د الحويجات ولكن اللي غتبقى راسها ليا في دماغي هو ان احنا في ستوندار عندنا واحد لاليس ديال لي زارتيست اللي هما كيجيو عندنا، غير واحد السميه انا واحد النهار كنت باغي نعيط على الحاج يونس يكون حاضر معايا في البرنامج، الرقم ديال الحاج يونس داخل بالاسم ديال عبد الرحيم الصويري، والرقم ديال عبد الرحيم الصويري داخل بالرقم ديال الحاج يونس، فهمتيني ياك؟ فانا بالنسبه لي فاش غنعيط للحاج يونس لمن غنعيط؟ انا عيط للصويري، عيط ليه سيد الحاج واش اخبارك لاباس عليك كل شيء بخير، قال لي الله يبارك فيك الحمد لله، قلت لي معاك زهير علوان غادي وما، قال لي اهلا هذا الراجل شحال هذه ما سمعناك اش اخبارك، قلت لي الحمد لله مزيان، قلت لي بغيتك معايا في البرنامج نهار فلان فلاني، قال لي مرحبا، درت معاه عيطي نهار الاثنين باش يكون معايا نهار الاربعاء، نهار الثلاث كنعاود نعيط للناس انا باش نقول لهم نعاود نذكرهم بالمواعيد، الحاج ما تنسانيش غدا نتلاقاو ان شاء الله نشربوا قهوه وكذا وهذه، قال لي كون هاني نهار الاربعاء انا معاك.
نهار البرنامج قبل بشي نص ساعه كنعاود نعيط ليزارتيست كنقول لهم فين وصلتوا، كنعيط عاوتاني الحاج فين وصلتي، قال لي انا راه قريب شويه نوصل حداك ونطلع وكذا. قلت لي اوكي. مع ديك الخمسه قلق سمين كيدخل عندي عبد الرحيم الصويري كنسلم عليه. زدي عبد الرحيم مرحبا اش اخبارك كلشي مزيان؟ قال لي الحمد لله. قلت له واش تدير مع الحاج يونسنا مع داير معايا يجي عندي هنايا؟ قال لي لا انا درتي معايا انت جيت. قلت لي انا درت معك؟ قال لي اه. قلت لي اسمح لي واحد الدقيقه سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم دخل للاستوديو هنايا ما فهمتش. مشيت كنعيط لنفس النمره اللي عيطت فيها قبيله، على من غتصوني النمره غتصوني على عبد الرحيم الصوري. كنقول له الحاج يونس فينك؟ قال لي معك عبد الرحيم الصوري. اش من الحاج يونس هاد البساله هادي؟ وانا نمشي عنده قلت له انا اللي عيطت لك دابا. قال لي يا سي زوير انت اللي درتي معايا؟ قلت له يا جاي اليوم. قلت له واقيلا وقع شي خلط. قلت له اسمح لي واحد الدقيقه. مشيت نفيريفي لقيت باللي الرقم اللي داخل به الرقم ديال الحاج يونس داخل بالاسم ديال عبد الرحيم الصويري. عيطت للحاج يونس لقيته في الدوش. قلت له اسمح لي راه اللي وقع راه خطا كيوقع وكذا. جاب الله عبد الحاج يونس صديق ديالي وفنان كبير وكنعتز به وكنتشرف به، فهو فقط ضحك وقال لي يا ولدي هادشي راه كيوقع. وعبد الرحيم الصويري مشى، رجعت عنده ما لقيتوش، مشى عرفته تقلق. المهم كان ديك الساعه البرنامج خصو يبدا. قدمت اعتذار رسمي لعبد الرحيم الصويري امام الجمهور. قلت لهم راه اللي وقع وهادشي راه كيوقع، يعني في كيوقع لاي واحد. فبقى عندي هم واحد وانني نرضي يعني عبد الرحيم الصويري. ما قدرتش نعيط ليه هو، عيط لاصدقاء يعني فنانين اللي هما قراب منه. قلت لهم قولوا لي شكون هو زهير علوان، راه ما عندوش هذه القضيه هذه، راه يستحيل انه يتعامل مع شي فنان بهذا الشكل هذا. فهو ديك الساعه تفهم وتلاقى معايا. تلاقينا في واحد الحفله في الدار نيدي الاسماء منور، وكان بخير وعنقني وقال لي انا والله الا نسيت وكذا وداك الشيء كيوقع. وجا من بعد في لقاءات اخرى وكانت يعني كانت حاجه اللي عمرها ما غتنسى ليا. حنا دابا كان عندنا بوزي 4 ديال الدقائق، من بعد غادي نمشيو عند الفنان باش نختموا معاه الحلقه وباش نتكلموا معاه كذلك على الحضور ديالو في المهرجانات. زوار العيون ويحييكم ويتمنى لكم دائما اوقات ممتعه في قناه اذاعتكم الرياضيه وكذلك موسيقي اذاعه راديو مارس بامتياز. الى اللقاء. بعد ساعه من المباشر نجم حلقه اليوم انتهت حلقه برنامجو هذه مارس. فشنا هو الاحساس ديال زهير علوان بعد نهايه البرنامج؟ هو الاحساس اللي كنحس به هو الاحساس اللي كيحس به الضيف فاش كيبان لي خارج مرتاح. اقسم بالله الا كنكون من اعز من 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 اسعد الناس اللي كاينين، لان ارتياح ديالو مسؤوليتي باش كيحط رجلو في الاذاعه. فلا كان مرتاح في الضيف اللي كيكون حاضر معايا، بالنسبه لي البرنامج كان مزيان. بعد مسيره 8 سنوات من التنشيط الاذاعي لمجموعه من البرامج على اثير مجموعه من المحطات الاذاعيه الخاصه، والزهير علوان بدا كيحس بالنجوميه. كنعتبرهاش نجوميه، ما كنعرفش زعما ما عندناش نجوم في المغرب، عندنا ناس معروفين. كتحس بالحب ديال الناس الا تلاقيتي بشي واحد، كتلاقى مع ناس يعني كيسلموا عليك، كتلاقى مع ناس كيجبدوا لك السميه ديال البرنامج، كيضحكوا معك بشي حاجه دازت. اما نجوميه لا، نجوميه ما كنعيشوهاش يعني. ما عرفتش كذب عليك كذابي، وشي واحد كيعيش النجوميه في المغرب كيعيش الشهره. اجمل تحيه لاكبر جمهور ديال بالنسبه لي احسن موقع الكتروني اخباري في المغرب، ودليل انه في وقت قياسي يقدر انه يوصل لمراتب عاليه ومراتب كبيره متقدمه. بالنسبه لي موقع الكتروني شوف تي في فيه جانب من المهنيه اللي ممكن انه يكون نموذج ديال مجموعه من المواقع الاخباريه ممكن انها تنزل مستقبلا على في الصفحات يعني في العالم الافتراضي اللي هو الانترنت. فنتمنوا التوفيق للطاقم التقني، الطاقم الصحفي، الطاقم الاداري ديال شوف تي في، وكنحيي كاع الزملاء اللي فيها. ومن خلال بطبيعه الحال البرنامج كنحيي الزملاء اللي هما غادي تعرفوا عليهم في برنامج نجوم وراء الميكروفون. ربما هو اول برنامج في الاعلام ديالنا المغربي اللي كيعرف بمنشطين بصحفيين تعودتوا انكم تعيشوا بالصوت ديالهم، ما كتعرفوش الصوره ديالهم. ففرصه ان هذا البرنامج هذا يقربكم من الصوت ومن الصوره. فتحيه ليه المعد ديال البرنامج وكذلك الطاقم التقني ديال البرنامج، ونتمنوا كذلك نشوفوا نجوم اخرين ونشوفوا كذلك مذيعين اخرين خلال هذا البرنامج هذا. ونتمنى ليه التوفيق ونتمنى ليه كذلك الدوام، ونتمنى كذلك لجميع المستمعين
اللي هما سمعونا اليوم والجمهور ديال شوف تيفي، دوام الصحة والعافية والطمأنينة كذلك، ودائما إن شاء الله يبقى المغرب بلد الأمن والأمان والاستقرار. أجمل تحية لكم، كنبغيكم بزاف وكنحبوكم. باي باي. كيفما تابعنا أعزائي المشاهدين من خلال حلقة اليوم، فاحنا حاولنا نقربكم من الحياة المهنية للإذاعي البشوش زهير علوان. حلقة اليوم سالت، كنضربوا لكم موعد الشهر المقبل في حلقة جديدة ونجم جديد من وراء الميكروفون. ما بقى لي غير نودعكم، وما تنساوش بقوا أوفياء لقناتكم قناة القرب شوف تيفي. إلى اللقاء.